فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. سنن أبي داود. سنن أبي داود ما زلنا مع توريث ذوي الأرحام وتكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وإن شاء الله يعني غدا بعد ما تتكامل لنا الأحاديث والباب سنأخذ مسائل عملية على السبورة من أجل أن نطبق ذلك عمليا، وأيضا ميراث الجد والجدة. أنا أريد يعني إذا انتهينا أيضا من الفرائض، من كتاب الفرائض يكون كتابا قد اقترب من الانتهاء، حتى ننظر ما عندنا من الكتب التي تنتظرنا. طرحت سؤالا، أين هو؟ أنا أبحث عن كل أسئلة أستاذة نبيلة، لا ممكن تعيدي علي الآن قبل أن أبدأ لو سمحتي؟ الحمد لله رضي الله عنك عائشة أحسن الله لك. الاستلحاق يعطيه اسمه؟ نعم الاستلحاق يعطيه اسمه، نعم هذا الاستلحاق. أنف الزكية رضي الله عنك أستاذ وائل أحسن الله لك، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، أحسن الله عليكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم أجبت حضرتك، رأيت السؤال وأجبتك أن هذا الاستحقاق معناه أن أعطيه اسمه. جزاك الله خيرا، معناه الغيبة وليس الخصام، إلا التعليقات كثيرة وليس الخصام إلا هو قطع الكلام بيني وبين أحد، مثلا الخصومة، وقعت الخصومة فيفجر فيها، يبدأ يتكلم في عرضي ويتكلم على صفات النقص اللي فيه، وما في أحد فينا كامل، ما في أحد فينا كامل، في هناك من له صفات النقص والعيب فيبدأ يتكلم في ذلك. الله المستعان، جزاكم الله خير، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وارث من لا وارث، من لا وارث له، أفك عنيه عني يعني أسير، يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا. حبيبي يا أستاذ لطفي السؤال غير واضح، ليتك تكتبه بطريقة عربية يعني نفهمها. يهديكم الله ويصلح بالكم، أحبك الله ذهبتنا فيه رضي الله عنك. قال وارث نارث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عنيه أو عنيه ويرث ماله. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنا مولى مولى أنا مولى أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، يعني من أهل الإسلام. والحق كل هذه الأحاديث التي جاءت في توريث الخال لا تخلو من مقال، كل حديث التي جاءت في توريث الخال يعني ما تخلو من مقال، من مقال. لذلك الذين قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام قالوا بالإجماع أن الأحاديث التي جاءت في توريث الخال بأنها حديث ضعيفة، وورد فيها يعني وجود ضعيفة، قالوا من حديثه ضعف فكلامه فيه إجمال، فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحاح هذا رد ابن القيم على قول الجمهور في هذا الباب. الحمد لله أعظم الله لكم الأجر المسؤول التي علت فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن. هذا كلام ابن القيم يقول بأن حقيقة أنه ما من حديث في الخال وارث إلا وهو فيه مقال، لكن هذا لا ما ليس معناها أنه يطرح كلية ولا يحتج به، بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها ورواتها، ليسوا بمجروحين ولا متهمين ولا متهمين، وقد أخرجها أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، وليس في حديث الأصول ما يعارضها، وقد رويت من حديث المقدام بن معدي كرب ومن حديث عمر بن الخطاب ذكره الترمذي عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الترمذي حسن الحديث وان كان فيه أيضا بعض الضعف. وروى ابن حبان في صحيحه لم يصنع من عل هذا الحديث بحكيم بن حكيم،
وأنه مجهول شيئا والحق الجهالة تلفه. قال ابن القيم فإنه قد روي عن سويد بن صالح عبد الرحمن بن حارس وعثمان بن حكيم أخي روى عنه سويد بن صالح عبد الرحمن بن حارس وعثمان بن حكيم أخوه ولم يعلم أن أحدا جرحه، ومثل هذا يرتفع عنه الجهالة واحتج بحديثه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكره الترمذي أيضا عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة ترفعه الخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي حسن غريب. قال وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما من طريق النظر أن الجمهور رد الأحاديث على أن المقصود بالخال هنا والعصبة فباطل، لا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الخال قاصدا ويقولونه ويريد أنه العصبة، هذا خطأ مبين. والأولوية هنا في قولي أنا أولى بأنه كما قلنا يعني بأن الأولوية في النصرة، الأولى في النصرة وأيضا في التسديد والتوفيق. وفي قولي وأنا مولى من لا مولى له أي وارث من لا وارث له، وأفق عن يعني أنا أدفع المال لأخلص أسيره من الأسر. وذهب في هذا الحديث يعني ذهب إلى من قال بتوريث ذوي الأرحام لتوريث الخال والخال من ذوي الأرحام، فعند عدم الوارث فإنه يعني قال والخال وارث من لا وارث له، فبين أنه عند عدم وجود الوارث يرث الخال، والحديث سكت عنه المنذري. وفي رواية أنا مولى لأن مولى أن مولى للنبي مات وترك شيئا ولم يدع يعني ولم يدع ولدا ولا حميما. يعني هنا أيضا في هذا الباب يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فأعطوه أعطوا ميراث رجل من أهل القرية، لأنه كما قلنا الأقربون أولى بالمعروف وأهل القرية أولى بهذا المال، مع أن المال أصالة يعني يذهب إلى بيت مال المسلمين لأنه لم يترك شيئا، لم يترك ولدا ولا رحما ولا أبا ولا عما ولا خالا، لم يترك أحد، فمآل ماله إلى بيت مال المسلمين ومصرفه مصالح المسلمين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقرب في ذلك هو من كان في قريته وأقرب إلى أن يستفيد بماله، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الأقرب فالأقرب من دويرة أهله ومن قريته ومن مكانه يكون بمعرفته يكون رحما له، ليس رحما نسبا يعني رحم القرابة، ولكن يكون المكان وأيضا يعني الإسلام، ويكون هو الأقرب فيأخذ المال. وهنا أيضا عن بريدة بن الحصيب عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال فذهب فالتمس أزديا حولا. قال فأتاه بعد الحول فقال رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه بعد الحول، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي بالرجل، فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه. هذه معناها التمس أزديا لأنه هو من أهل يعني يكون من قبيلته ومن قبيلته هو الأقرب ومن قبيلته هو الذي يعني الأحق بالنفع في هذا الباب، ولم يكن في القبيلة التي هي أقرب القبائل إلى هذه القبيلة أو بينهما نسب بينهما قرابة بينهما مصاهرة. نعم. والأزد حي باليمن. نعم. فذهب الرجل حولا فلم يرد، فلما قال له إلى خزاعة كبر خزاعة يعني كبراء القوم هناك
إذا كان القادم في النسب أو ينتسب إلى جدي الأكبر بأباء أقل عددا، إلى كبر خزاعة أما يعني الأقعد نسبا والأقرب تعطيه المال. وهذا الحديث أخرجه النسائي مسندا ومسلم وقال جميل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. عمدا اختلف في جبريل بن أحمر وبعضهم وثقه كابن معين وبعضهم قال هو ضعيف وهو أقرب إلى الضعف من التوثيق، لكن هنا نشوف انظر يعني يرى من قبيلته من قريته من قبيلته من قريته من دولته ما في يأتي بالقبائل المصاهرة المناسبة التي بينهم بينهم نسب هي الأقرب ثم بعد ذلك المصاهرة وأيضا يأتي بذلك الأقعد نسبا الكبير في هذا الباب. عن بريدة أيضا قال مات رجل من خزاعة فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأته فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبير الكبر من خزاعة. قال حقد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة وهو الأقعد نسبا. وختم الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان قد أعتقه. الموالي هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ فقالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. لم يدع وارثا إلا غلاما غلام لا يرث. قال لكن يعني وهذا استثناء منقطع معناها لكن ترك غلاما ترك عبدا لكنه أعتقه. قال هل له أحد أن يرثه؟ فجعل رسول الله ميراثه أي ميراث الرجل له للغلام، والمعنى للغلام لأنه هنا الولاء وله الولاء فإذا ورثه بذلك. وهذا الجعل يعني وهو أولى بأن جعل المال لأحد من أهل قريته فيرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق. وقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه. وقال البخاري عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي وروى عنه عمرو بن دينار ولم يصح. وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور. وقال النسائي عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرع الرازي ثقة. عامة هذه الحديث بأسرها برمتها قال بها العلماء منهم الحنفية و روان أحمد أيضا مسألة التوريث توريث الخال وذوي الأرحام وإلا فالأقرب نسبا في هذا الباب. والتوريث سنبين ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به. الفوائد المستنبطة الأقربون أولى بالمعروف لا حجة إلا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون أخوة كرجل واحد. المؤمنون جميعا أخوة كرجل واحد. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.